السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في فيديو مخصص لمشاركاتكم في حل الواجب. حل السؤال من قبل الطالب حسن كاظم. السلام عليكم. راح للسؤال الثالث من صفحة 55. مطلوب السؤال يقول: اكتب برنامج بلغة سي بلس بلس لقراءة رقم معين، ثم يطبع رسالة فيما إذا كان الرقم المدخل هل هو فردي أم لا باستخدام if else. عند البدء بكتابة أي برنامج نبدأ بالرمز هاش وتوجيه المعالج باستدعاء المكتبة الذي تستخدم الأوامر الخاصة، والمكتبة الأساسية لكل برنامج هي أي أو سترينج يوزك نيم سبيس اس تي دي لحل مشاكل تضارب الأسماء التعريفية. انت مين قواس تعني بداية الكود، من ثم نفتح قوس مجموعة نعرف المتغير اكس اللي هو انتجر الاكس النوع البياني انتجر لين على الصحيح، ثم نكتب رسالة توضيحية سي اوت انتر الاكس بين دوي كوتيشينات اند لاين تسمح لنا بالنزول سطر جديد فارزة منقوطة سي ان الاكس، ومن ثم نبدأ بالشرط اف اكس مود الثنين لا يساوي الصفر راح يطمع لنا اودد يعني فردي اند لاين نزل سطر جديد، ايلس لو العدد ما كان فردي راح يطمع لنا ايفن اللي هو الزوجي وفرزه منقوطه، وبنهايه الكود نكتب ريتيرن زيرو بنهايه كل برنامج لازم نكتبها، ومن ثم نزيد قوس المجموعه. هل السؤال من قبل الطالبة انتهاء فالح؟ السلام عليكم. في هذا السؤال مطلوب حل اكتب برنامج بلغة السي بلس بلس لإدخال أي حرف من اللغة الإنجليزية وتحديد الحرف المدخل هل هو حرف صغير أو كبير. نبدأ بحل السؤال بهاش انكلود اي ستريم يوزنج نيم سبيس استد فارزة منقوطة انتجر من الأقواس الصغيرة نفتح الأقواس المتعرجة char letter الحرف فارزة منقوطة نقوم بإدخال الحرف فارزة منقوطة if إذا الحرف letter أكبر أو يساوي أي بين علامات الكاركتر and أو الحرف الأكبر أصغر أو يساوي الحرف Z بين علامات الكاركتر نفتح قوس واحد نقوم بطباعة This is a small letter and line فارزة منقوطة else see out نقوم بالطباعة الثانية This is a capital letter يعني إذا ما تنفذ إذا مو الحرف صغير إذن الحرف راح يكون capital return 0 ونسد قوس المتعرج. السؤال الرابع: اكتب خوارزمية وارسم المخطط الانسيابي لإيجاد مساحة ومحيط المثلث. حل السؤال من قبل وهج جمعة. السلام عليكم. السؤال الرابع صفحة 18: جد المساحة والمحيط بتوازي الأضلاع. بما أنه السؤال خوارزمي نبدأ بستاب step 1 step 2 in bout الطول في العرض step 3 area الطول في العرض step 4 out bout مساحة متوازي الأضلاع step 5 and المخطط الخوارزمي يكون بهذا الشكل بشكل بيضوي start والand وبشكل مستطيل مائل input output وبشكل مربع area أو step 3 المحيط step 1 step 2 about الطول والعرض والارتفاع وstep 3 الطول زائد العرض زائد الارتفاع step 4 out about step 5 end والمخطط الخوارزمي يكون بهذا الشكل بشكل بيضوي start والend وبشكل مستطيل مائل inbound أو output وبشكل مربع area أو step 3. السؤال الخامس: اكتب خوارزمية وارسم مخطط انسيابي للاستبدال بين عددين بدون استخدام متغير ثالث اضطراري.
حل السؤال من قبل الطالب محمد باسم. السلام عليكم، راح أشرح سؤال 5 صفحة 18. مضمون السؤال هو استبدال بين رقمين دون استخدام متغير ثالث. شلون يعني؟ يعني هاي نمبر 1 قيمته 1 والنمبر 2 قيمته 2، أنا خليتهم من يمي، نستبدلهن. انه نخلي 2 للنمبر 1 و1 للنمبر 2 ونستبدلهن. نجي الخوارزمية، كل خوارزمية تبدي بستارت وتنتهي بستوب. الخطوة الثانية اللي هي الانبوت، الانبوت هي شنو؟ ندخل قيمة النمبر 1 وندخل قيمة النمبر 2، read the value of the number 1 and number 2. الخطوة الثالثة هي المعالجة، الثالثة والرابعة والخامسة هي المعالجة، اللي هي المعادلة يعني، اللي هي قيمة النمبر 1 الجديدة اللي أنا أريدها يساوي قيمة النمبر 1 القديمة اللي أنا دخلتها رقم 1 زائد قيمة نمبر 2 اللي هي هم القديمة اللي هي أنا دخلتها 2. فواحد زائد 2 معناها قيمة النمبر 1 الجديدة إيش قد؟ 3. نمبر 1 يساوي 3. الخطوة الرابعة اللي هي النمبر 2 الجديدة اللي أنا أريدها يساوي قيمة النمبر 1 طلعت لي اللي هي 3 ناقص النمبر 2 القديمة اللي هي 2. يعني 2 ناقص 3 قد يساوي؟ يساوي 1. النمبر 2 يساوي 1. أول خطوة هي كملت هسه، يعني تقريبا النمبر 2 صارت 1. هسه شنو بقى؟ بقى بس النمبر 1 يصير 2 حتى يصير استبدال. شلون؟ بالخطوة الخامسة اللي هي شنو؟ نرجعنا مرة ثانية، قيمة النمبر 1 الجديدة اللي أنا أريدها كلش النهائية يساوي النمبر 1 اللي طلعت هنا اللي هي انخزنت بالرام ايش قد؟ 3 ناقص النمبر 2 اللي هي ايش قد طلعناها هنا؟ 1. يعني ايش قد؟ يعني 3 ناقص 1 يساوي 2. نمبر 1 يساوي 2. هسه صارت النمبر 1 2 والنمبر 2 1. خلصنا من الخوارزمية. أبرنت the value of number 1 والنمبر 2 اللي هي طباعة النمبر 1 والنمبر 2. الخطوة الأخيرة اللي هي stop أو end. خلصنا من الخوارزمية، نجي للفلو تشارت اللي هي المخطط للفلو تشارت. نفس الشيء اللي هي أهم هنا الانبوت، قلنا البداية الانبوت read the value of number 1 والنمبر 2، المعالجة اللي هي 1 2 3 ثلاث خطوات مثل ما شرحت لكم هنا، والخطوة الرابعة اللي هي 1 2 3 4. الخطوة الرابعة اللي هي للاوتبوت برنت، يعني طباعة قيمة النمبر 1 والنمبر 2 الجديدة النهائية، وبالاخير ستوب.